الله تبارك الله ركن الشمال جوليانو الله الله جول جول جوليانو اللورد البرازيلي الكبير. شوف الكرة من جديد، لاحظ المحاولة يا عيني، الله الله يا الله، محاولة ركان يعدي يمر بيتروس عبد الرزاق جول جول حمد للعالمي 3-0 بالفعل، واضحة جدا، لا يوجد تسلل في الكرات الآن. وهذا الخطأ الكبير جوليانو، يقول اتجاه الكرة اللي عبد الرزاق ممكن يمر يعدي الشوت جول جول. والله هذا المهاجم، والله وهذا المهاجم، انت وينك من زمان، انت وينك من زمان، يا له من مهاجم، يا له من مهاجم. شوف الكرة، لاحظ الحلول الفردية والمهارية، لكن الكرة تتخلص وتعود لها في ناحية اليمين، ربما تأتي الكرة العرضية والتصويبة موجودة، لا تزال لا تزال لا تزال الهجمة النصراوية، والكرة من جول جول بالهاتريك. سلام، لاحظ الرغبة، لاحظ الإصرار، لاحظ القتال على الهدف الرابع من جانب الفريق لكي يدخل بها شوط المباراة الثاني. ولكن لاحظ لاحظ، شوف الكرة شوف الكرة، عبد الرزاق سوبر 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 جول، انت سوبر انت من جديد. يا سلام يا سلام على التمركز ولعب الكرة، ومحاولة موجودة في ناحية اليسار، جاءت الكرة النصراوية جول جول بكل قوة في هذا المساء النصر.